هذه الفرصة باش نناقشوا فيها واحد الموضوع اللي هو اليوم ديال التكوين، وكنتمنى لهم باقة سعيدة. ما نساوش كذلك الشراء لقاءكم و نحاولوا نحلوا. السلام عليكم، شكرا لأخت فوزية على التقديم. الواقع احنا شكرا لك المخرجين ما كيساهموش في السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعيتنا جمعية بيت الثقافة والفن المقر ديالها بمدينة تازة، جمعية بدات نفع عام تطوعية هدفها خدمة المجتمع المدني تحت أهداف ثقافية وإعلامية. كتنظم بشراكة في يوم 8/9 بشراكة مع مؤسسة ستوري دوك وبدعم مؤسسة أناليد الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات اللي احنا أعضاء فيها بالطبع. واحد دورة تكوينية بثلاث مراحل في الإخراج السينمائي الوثائقي لفائدة التلاميذ والطلبة، ومهتمين بتقنيات وفنون الإخراج السينمائي. وهذا أول عمل اللي حنايا شاركين به كجمعيه، لان هناك شركاء ثانيين. حنا ولدت في المغرب، جمعيتنا جمعيه بيت الثقافه والفن هي الجمعيه الوحيده اللي كتمثل هذا النشاط في المغرب. كاين في الجزائر، كاين في فلسطين، كاين في اليونان، وكاين في مالطا. نفس العمل راه يتقام في خمس دول. بعد الترويج وغادي تكلف به المؤسسات وفائدة الطلبة، وبعد الإنتاج والبروجيكسيون والبروجيكسيون طبعا. وكنتمنى أن يكون عند حسن الظن، ومرحبا بالجميع. هذه دعوة عامة للجميع. رشيد الشيخ، مخرج سينمائي كاتب العام للنقابة الوطنية لمهني السينما بالمغرب. احنا الآن في مدينة تازة، وبالضبط في الخزانة الوسائطية، جينا نقطعوا واحد الورشة حول الفيلم الوثائقي، صناعة الفيلم الوثائقي. فعلا أنا جيت سعيد أولا كمخرج سينمائي، لأنه على الأقل بالحضور ديالنا كنساهموا في نشر الوعي السينمائي. والآن الصورة الآن هي صفحة هو المخاطب الوحيد، وهو الشيء ديال التواصل الآن. فأولا مجيئنا كيحاول يبين للمتدربين الدور اللي كتلعبوا السينما في التواصل، كذلك كنحاولوا نعرفوهم المجهودات اللي يقوموا بها المبدعين السينمائيين، كذلك كنحاولوا نخلقوا منهم جمهور اللي يقبل على المنتوج الوطني ويعرف يدير قراءة للفيلم السينمائي. واحد ثلاث العناصر. فمدينة تازة مدينة كبيرة جدا، اكتشفتها لأول مرة، مدينة جميلة وكبيرة وعندها مقومات. أولا باش تكون مدينة لصناعة الفيلم، لأنها يعني كتوفر على بنية تضاريسية طبيعية جميلة خلابة، عليها كيقلبوا بحال هاد الديكورات للمخرجين العالميين. فقط اكتشفت لأنه خص شي هيئة ولا شي جمعية اللي تبين هاد الكنوز الطبيعية اللي كتوفر عليها تازة والمنطقة ديالها. طبعا دائما عندي حلم على أنني نستغل هاد المناطق المجاورة بحكم تواجدي في فاس، ونخلق مشاريع سينمائية في هاد المنطقة، وكذلك نحاول على جلب بعض المستثمرين السينمائيين والمخرجين العالم الشركات العالمية اللي تستثمر هاد المناظر الطبيعية في إنتاج أفلام سواء مغربية أو أفلام عالمية، لأنه هاد المنطقة كتميز أولا بالفصول الأربعة، كتميز كذلك بمناطق صحراوية 60 كيلومتر على فيغيد على تازة، كذلك عندها المنطقة 120 كيلومتر البحر الحسيمة، كذلك عندها الغابة، عندها الكهوف، عندها المغارات، عندها مجال غابوي، عندها الأنهار، عندها السدود. إذن مقومات كلها كتوفر اللي هي كتحتاجها بعض الافلام او الانتاج الاعلامي. كنتمنى عبر هذا الموقع، لانه اولا المسؤولين الدرجه الاولى في مدينه تازه وابناء مدينه تازه الفنانين والمبدعين يحاولوا يعرفوا بهذه المنطقه سينمائيا، وبالتالي يحاولوا يستغلوا
يعني علاقاتهم سواء ابناء تنزل اللي في الخارج او المستثمرين ديال ابناء تنزل اللي في مدن اخرى يرجعوا لمدينه تنزل ويحاولوا يستمروا في جميع القطاعات وخصوصا القطاع السينمائي، لانه الان اصبحت السينما رافد اقتصادي مهم. الانسان من طبيعته فضولي، كيبغي يتعرف على يبغي يتعرف على الاشياء طبيعه الحال. كاين اللي كيبالغ في الفضول، هذا موضوع ثاني. كاين اللي فضولي غير في الاشياء اللي هي تافهه، وكاين اللي الفضول ديالو مرتبط بمواضيع اجتماعيه علميه الى اخره، يعني مواضيع اللي هي كتفيد. ندوزو للنقطة الثانية اللي هي الفرق ما بين الريبورتاج والفيلم الوثائقي. أيه ناخذ واحد الفكرة باش نحاول نحاول نوصل المشاهد واحد الصورة الواقعية لواحد الموضوع، باش نحاول نشوفو إلا جات لنا فكرة أخرى.